نعم، طيب سؤال آخر. هم. الآن يا شيخ يعني حصل خلاف كبير في موضوع أن أنا الحمد لله الحمد لله أسأل الله لي ولك الثبات على السنة أمين وعلى كتابي أمين وعلى الاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى. أمين يا رب. ولكن يعني حصل الخلاف واشتد في أن خبر الآحاد هل يوجب العلم أو يوجب خلاف إيه اللي عفوا يعني إيه خلاف اللي اشتد عند من؟ في أضلة المعتزلة والأشاعرة هم الذين يردون ذلك، لكن يعني أغلب الأصوليين في جمهور أغلب الأصوليين هؤلاء أشاعرة، كثير منهم الذي تكلم عنهم أشاعرة، جمهور العلماء جمهور العلماء على الاحتجاج بخبر الأحاد، وقد صنف الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه خبر الأحاد، وتكلم الإمام الشافعي رحمه الله عليه كلاما طيبا. أما أنت حصر نفسك في بعض أهل الضلالات، لماذا وتظن أن دينك ولا حد يلتفت إليهم ولا أحد يلتفت إليهم؟ ولا دين من كتاب الله وسنة رسول الله، يعني وما أتاكم الرسول فخذوه عام، وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إرسال النبي لمعاذ لليمن إنك ستقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، إرسال عموم الرسل للبلاد لفتحها، أصحاب الرسول في قباء يتحولونهم في صلاتهم إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا بشهادة واحد جاء قال لهم الرسول صلى ناحية نعم يعني كل بدعة بالية التي تتكلم فيها. طيب هل سؤال آخر؟ نفس الموضوع، لا تضيع وقتنا بس يعني. طيب أنا طب معلش طب استفسار معلش سريع على يعني الشافعي كان نقل الاجماع في كتابه الرساله ان هناك اجماع على حجيه قبر الاحد وانها تفيد العلم ليس العمل فقط. طيب ايه المشكله؟ انها تفيد العلم والعمل. يعني ايه المشكله؟ طيب ما هذا يهدم البدعه التي تنقلها عن المبتدعين. نعم. السلام عليكم.